اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وصلنا لاخر فايت بالديزرت فورس 17 الموجود في عاصمه الفنون القتاليه المختلطه عمان بالمملكه الاردنيه الهاشميه. اخر فايت من الفايتس الشرسه جدا، لان واحد فيهم شرس جدا في الام ام اي والثاني شرس جدا في الجوجيتسو. اعزائي المشاهدين، من مملكه البحرين حمزه كوهجي، ومن الاردن غالب الحراشه. أتمنى يا حمزة تكون هاي المباراة استمتع فيها الجمهور، مستمتع معك بالكياز. أنا بروح لتيك داون. أكثر إشي هامني يعني إني أفوز هاي المباراة. غالب خليك بارز، المباراة ما بتنفع جولات، جولة جولتين أي مكان بتروح أنا بارز لك. إن شاء الله راح أفوز. أعزائي المشاهدين، في اللقاء المرتقب حاليا طبعا ما بين اللاعب حمزة الكوهجي في الركن الأزرق بوزن 66 كيلو جرام، بطول 168 سنتي، 22 سنة، تخصص MMA من مملكة البحرين، والحاصل على والقادم من فوزين ولا توجد لديه أي خسارة. طبعا عمار حمزة اليوم عنده لقاء مهم مع غالب حراحشة، طبعا بطل الأكاديمية ولاعب قوي معروف. شوف هذا طبعا أعزائي المشاهدين اللي ماسك إيد هذا الحين اللي يحضرها هو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نجل ملك مملكة البحرين. طبعا هو داعم إلى رياضة الإقتصادية في البحرين. صحيح عمار، وجوده خلف اللاعب حمزة الكوهجي هو دعم كبير بحد ذاته، وهذا دافع الرياضيين الاخرين. صحيح عمار، صحيح البحرين، صحيح متبني كثير من اللاعبين في مملكه البحرين، وهذا طبعا يكون يعني عبء على حمزه الان انه يمثل الجيل القادم. حمزه 22 سنه عنده فوز نشتري بواحد بالديزرت فورس اللي كان مع عبد المالك المرضي بمملكه البحرين باخضاع الحكام. حمزه كوهجي طبعا هو لاعب بوكسنج ملاكمه، وطور وزنه في المصارعه وفي الرياضات القتاليه للجوجيتسو، وراح يكون في كورنر اللاعب حمزه كوهجي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بنفسه حتى يعطيه التعليمات، وهذا يكون ردة فعل راح اشوفها دعم لا محدود. اكيد عمار، اكيد. والان مع ممثل المملكة الأردنية الهاشمية، لاعب الجيش الأردني غالب حراشة، وزنه 66 كيلوغرام، طوله 1.65 سنتيمتر، 25 سنة، لاعب جوجوتسو يتدرب في إربد. الريكورد اللي هو يحمله فوزين وخسارة، بدون خسارة. طبعا هو بطل الأكاديمية في الموسم الثاني. لاعب دائما يفوز باستخدام القتال، مهارات القتال العرضي. وطبعا هو طور نفسه بعد هذا، مش فقط يكون لاعب جوجوتسو، يكون لاعب فنون قتالية مختلطة. كوهجي راح يكون هو منافس غالب حراشه، غالب حراشه وزن 66 كيلوغرام. هذه المباراه ممكن تكون لنا ولحمزه هي خطوه يعني خطوات ندور فيها على اللقب. فالف توفيق طبعا مع الحدث الرئيسي اليوم، الحدث الرئيسي في ديزر كور لقب 17، ونشوف مع غالب طبعا مدربه غالب حراشة. هذا صدام، هذا صدام هو مدرب الجوجيتسو لغالب حراشة. شوف عمار تفاعل الجمهور الأردني مع غالب حراشة، وطبعا ودعم
الجمهور له في هذا اللقاء المرتقب ما بين اللاعبين حمزة كوهجي من مملكة البحرين وغالب حراحشة في وزن 66 كيلو جرام. يعرف الجمهور طبعا مثل ما يقول الشاعر في نادي الأرض الأوطاني، طبعا احنا كلنا الحمد لله في الدول العربية تسمعنا ويسمع للغة ويسمعنا تاريخ واحد من المحيط إلى الخليج، من المحيط إلى الخليج تروح راح تحتفظ اللغة باختلاف اللهجات أو اللكنات، لكن في الآخر لغة واحدة ممكن تفهم 95%، وإحنا الشعوب الوحيدة اللي في العالم اللي عدد الدول يتكلم نفس اللغة. بألف إن شاء الله نتمنى التوفيق لحمزة القوهجي، كما نتمنى التوفيق لغالب حراحشة، والفائز الله يوفقه وإن شاء الله نشوف مباراة يستمتع فيها الجمهور. أكيد عمار، كل التوفيق طبعا للاعبين الاثنين. ثلاثة جولات من الفنون القتالية المختلطة على وزن 66 من الركن الأزرق، الطول 168، العمر 22 سنة، ستايل MMA ريكورد، فاز مرتين ولم يخسر قط، من مملكة البحرين حمزة كوهجي. ومن الركن الأحمر، الطول 165، العمر 25 سنة، ستايل جوجيتسو ريكورد، فاز مرتين ولم يخسر قط، من المملكة الأردنية الهاشمية غالب الحراحشة. أعزائي المشاهدين، ثواني قليلة ويبدأ اللقاء ما بين غالب حراحشة وحمزة كوهجي. حمزة الكوهجي أعزائي المشاهدين بالشرط البرتقالي، وغالب حراحشة بالأسود اللي عنده من فوقها خط أخضر. هذا هو الحدث الرئيسي لديزرت فورس رقم 17 بين شابان مستقبلهم واعد. غالب يبحث عن الإسقاط، هذا نعم هو عمار. ما يبحث عن القتال الأرضي غالب، وأكيد حمزة شاف الفايتات في الأكاديمية ودرسه وراح يكون يدافع وأسقاط غالب. من غالب حراحشة للاعب يوسف كوهجي، محاولة أخذ ظهر حمزة، لكن حمزة لأنه ممسك بإيد غالب اليمنى، حتى أنه ما تكون، لأنه وجهه مكشوف من جهة إيده اليمنى، صحيح، حتى أنه ما يسدد. حلوة يا حمزة صراحة، يعني ذكاء يحسب عليك وردة فعل جميع. شوف كان ماسكها من الأول، رائعة. الآن يحاول يبعدها حمزة. جميل الهروب، جميل. غالب أيضا هجومة حلوة، أسقط الآن، انتبه على الظهر يا حمزة، وغالب هجومة فعال، غالب هجومة فعال وحمزة دفاعه رائع. طبعا غالب اسقاطات قادم من الأكاديمية، طبعا يمثل الفريق الأخضر. اسقاطاته جيدة أحمد غالب، يستخدم رجله اليسرى حتى أنه يسقط اللاعب حمزة كوهجي على الأرض. لكن حمزة صامد عمارة، مدافع يعني برجل واحدة، رائع من حمزة. صحيح عمار، وجود الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في زاوية اللاعب يوسف كوهجي دليل على أن هذا اللاعب يعني يلقى كثير من الاهتمام، يعني هذا مستقبل مملكة البحرين في الفنون المختلطة. لاعب 22 سنة، غالب ياخذ الظهر كامل، أحمد ياخذ الظهر كامل لحمزة كوهجي، ووضع لا يحسد عليه. يجب حمزة الآن أنه يحاول يخرج ساقة من غالب ويتفادى الخنق، الآن الغالب يبحث عنه. أكيد عمار، لازم يغطي على رقبته بحيث أنه ما يقوم غالب بأخذ بالضبط، لأن غالب يبحث عن الإسقاط يعني الخنق. هذا هو غالب، لاعب جوجوتسو حزام بني، يبحث عن الخنق. طبعا وجود سمو الشيخ، يعني لو حمزة بيشتغل 100% بجسمه بقدراته راح تزيد قدراته إلى 200-250%. غالب التوفيق للاثنين، غالب سيطرة على الأخذ الظهر. شوف الشيخ خالد بن حمد في زاوية اللاعب يوسف كوهجي، حمزة كوهجي طبعا شقيق يوسف، أخونا وصديقنا يوسف طبعا شقيق الكبير. أولا البادي تريانجل هذه صعبة الهروب منها،
وبسهوله يقدر يعمل لنا عمليه استسلام عمار اذا كان مطلع طبعا على حركات الاستسلام في الجوجيتسو. البادي تراينجل تقدر تعمل فوت لوك بالسيطره الجانبيه على القدم، استخدم رجله اليسار عمار فوق رجل اللاعب غالب. وضع لا يحسد عليه اللاعب حمزه الغوهجي، ولكن حمزه ما زال مستمر، ما زال صامد. دقيقه صحيح 48 ثانيه تفصلنا عن نهايه الجوله الاولى، والجوله الاولى منذ البدايه في مصلحه او في جيب غالب حراحشه. صحيح طبعا حمار. غالب هو من اعضاء الجيش العربي الاردني، لاعب بدا من زمان مع جوجوتسو مع تيم ميرزا، والان هو حامل حزام البني من مدينه اربد. هو ما زال جندي في جنود الجيش الاردني، وكل اكيد الان المملكه الاردنيه تشجع غالب ومملكه البحرين تشجع حمزه قوهجي، والتوفيق ان شاء الله للاثنين، والكاسب الوحيد هو الامه العربيه كلها والجيل الجديد. طبعا 24 25 سنه مع 22 سنه، جيل رائع، نتمنى لهم التوفيق ونتمنى ان الجيل الجديد يعني في صعوبه في تطبيق الخبرات. عمار حركه الخنق لان القفاز يعني سميك وصعب انه يدخل، وحمزه عارف، حمزه عارف يدافع عنه ما يخليه. صحيح يا حمزه. 49 ثانيه تفصلنا عن هذه الجوله الاولى، واظن الجوله الاولى 100% الى الان ذهبت الى صالح غالب الحراشه. ونشوف سمو الشيخ حمد بجانب مدربين حمزه طبعا تشجيع غالب، يبحث عن الخنق وحمزه يدافع عن الخنق. الان حمزه يعني ها شكله خرج من الاذباق وذهب الى الغار. نعم. شفنا رده فعل 21 ثانيه حمزه على نهايه الجوله الاولى، حمزه يدافع حيث انه ما يقع في حركه غالب يدور على الانبار، ولكن حمزه مغلق ايديه، حمزه مغلق ايديه. 10 ثواني 10 ثواني تفصل عن نهاية الجولة الأولى، تحسب لغالب وحكمنا، تحسب لحكمنا وتحسب للجنة المنظمة أن جابوا لنا حكام من مستوى رائع. حكمنا طبعا اللي عمار مستوى رائع. تطور حمزة كوهجي في هذا اللقاء واضح من حتى اللقاءات السابقة، يعني بداية يعني ما نقول متواضعة لكن بداية جيدة، ويعني صموده في الجولة الأولى ضد اللاعب غالب حراحشة اللي يحمل الحزام البني في رياضة الجوجوتسو. أحمد أكيد أشوف الإعادات هذه الهجمات اللي كانت من غالب، بس محمد أحمد آسف أو جمهور الكريم، حمزة عارف أنه راح يلعب المين إيفنت أو الحدث الرئيسي، فأكيد استعد درس غالب حراحشة، ووجود سمو الشيخ ووجود الجمهور وجمهور مملكة البحرين كله ينتظر رد الفعل الإيجابي من حمزة، وجمهور المملكة الأردنية ينتظر والجيش الأردني ينتظر رد الفعل الإيجابي من غالب حراحشة، فنتمنى التوفيق. ومثل ما قلت لك أحمد، وجود سمو الشيخ راح يخلي حمزة يشتغل بطاقة 300% ولا 4000%. صحيح عمار. وجود سمو الأمير حسين ميرزا راح يخلي غالب حراحشة يشتغل ب 400%، وأشوف صدام اللي هو مدرب غالب حراحشة الآن كان موجود، وشوف مدربين حمزة قوهجي. الآن الجولة الثانية من النزال بين حمزة وبين غالب، والكاسب نحن والجمهور. طبعا وزن 66 وزن ملغوم، يعني ينتظر حمزه وغالب خطوات اصعب من الموجود الحين انهم يستطيعوا ان ينافسوا على اللقب. وحكمنا مارك يعطي الاشاره لبدء الجوله الثانيه، حمزه قوهجي بالشرط البرتقالي وغالب بالاسود والاخضر. ركلة قوية من حمزة، حسيتها، سمعنا الصوت عمار. غالب يبحث عن الإسقاط، وحمزة أظن أن غالب الآن قام بخطأ أنه مسك الشورت، وأظن مارك انتبه، حكمنا ركلة بالركبة من حمزة. حجم حمزة يجبر غالب الذهاب إلى القفص. كل التوفيق للاعبين. حركة قوية من حمزة. حمزة لو بياخذ الظهر حلوة. الآن تنقلب الطاولة أو تنقلب الآية من الجولة الأولى. غالب كان ماسك حمزة بنفس الشيء، الآن حمزة يقلب الطاولة، وغالب ذكي
على طول سوى رول لف وحط حمزه بوضعيه الجارد. هذه اللي يبحث عنه غالب. دير بالك يا حمزه من الان بار او تريانجل. محاول اشوف من عمار من اللاعب غالب حراحشه على انه ياخذ ايد اللاعب حمزه. غالب يبحث عن الان بار او تريانجل من هالوضعيه. مجهود قوي وتطور رائع لحمزه كوهجي صراحه. يجب يعني ان نعطيه حق الرجل. 22 سنه ولكن تطور رائع. شوف عندنا لاعبين كثير صغار السن بداهم اول اصغر لاعب كان عبد الكريم السلوادي، وبعدين عندنا عبد الملك مرضي، وعندنا اللاعب السعودي نسيت اسمه لو تذكرني الطويل احمد عبد الملك. واضح على 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 غالب حراشة بذل مجهود كبير في الجوله الاولى من نعم. الخنق. هذه محاوله اسقاط ولكن دفاع يعني جيد كان بالجوله الاولى وما زال بالجوله الثانيه ما اعطى اياها ما اعطى السنجل ليج. ممكن تكون هنا كيمورا من حمزه لو لف ايده حمزه اليمين وياخذ ايد غالب اللي هو ماسك ايده اليسار من داخل ويلف. اوه راح تكون دمار. حمزه الان في وضعيه هجوم وغالب وضعيه دفاع سيئه لغالب. ممكن هذه الدفاع يخسرك يا غالب. انتبه دير بالك الحكم مارك حكم بريطاني حكم في بطولات عالمية ما راح يعرف مين غالب ومين حمزة. مطلوب من يوسف او من حمزة انه يمارس الضغط على اللاعب غالب حراشة اذا كان ناوي يفوز عمار يعني. صحيح شوف صحيح الان حكم يجبر غالب على الوقوف. غالب بين عليه الاجهاد في الجولة الثانية. حمزة مبين. اوه حلوة من حمزة حلوة خلفية لكن لا تصيب. غالب بين عليه الاجهاد. حمزة أقوى. حمزة يبحث عن الإسقاط كما فعل بالجولة الأولى. حلوة يبحث على الإسقاط. دفاع قوي من حمزة عمار. أنا متفاجئ ما شاء الله بالمستوى المتطور. وهذه بس أحمد الضربات هذه تشوش مباشرة إلى الرأس أحمد. صحيح. فأظن يعني تجهد وتأخذ كثير من تأخذ كثير من الطاقة. ونفس اللي بداية الجولة الثانية حمزة ياخذ الوضعيه الجانبيه من غالب حراحشه وايده اليسار ترك يعني توزع لكمات الى حمزه. حمزه دير بالك مارك قرب عليك يا حمزه يا غالب قرب عليك مارك. واذا انت راح يعطيك الانذار اتحرك او لف او راح تخسر. حلوه من حمزه عمار. هذه الفنون القتاليه سيطره وتوجيه لكمات جانبيه. حمزة تحرك. هذا ثاني انذار في الجولة الثانية. ثاني انذار في الجولة الثانية ويا حمزة ممكن تخسرك النزال الرئيسي والجمهور كله يستناك. اوه حمزة كوهجي المملكة كلها البحرينية وسمو الشيخ في ترقب عمار في ترقب. الدفاع غير جيد واظن ماركر يوقف النزال يوقف النزال. الف مبروك يا ألف حمزة مبروك. كوهجي ألف مبروك حمزة بالضربة الفنية القاضية يعني يجبر غالب حراشة على أن يكون القرار في يد الحكم وحمزة تفوق. ألف مبروك للاعب النزال الرئيسي من مملكة البحرين. وألف يوسف مبروك حمزة. حمزة يوسف الربيعي اهدي الفوز ليوسف اهدي الفوز ليوسف. نهدي طبعا الفوز طبعا إلى يوسف شقيق حمزة. ألف مبروك لحمزة الفوز في هذا اللقاء ما بينه وما بين اللاعب غالب حراحشة بإيقاف الحكم للمباراة في الجولة الثانية وفوز اللاعب يوسف كوهجي من المملكة البحرينية الشقيقة. اللقاء الذي كان ضد اللاعب الأردني غالب حراحشة. ألف مبروك مستوى ممتاز من اللاعب حمزة. ألف مبروك لمملكة البحرين فوز اللاعب حمزة كوهجي في مباراته أمام اللاعب
الأردني غالب حراحشة. وفي آخر نزال بالدزرت فور 17 بعاصمتها عاصمة الفنون القتالية المختلطة، وبعد 4 دقائق و5 ثواني من الجولة الثانية فاز بإيقاف الحكم اللاعب البحريني حمزة كوهجي. حمزة كوهجي ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا المستوى أكثر من رائع في ديزرت فورس. ماذا يعني لك الفوز بوجود سمو الشيخ ومملكة البحرين هنا هذا الحدث الرئيسي؟ أول شيء أقول الحمد لله، ثاني شيء أحب أشكر الشيخ خالد على دعمه لي، على الدعم الكثير وأنه تعنى ويالي، شكر كثير وساعدني. شوف الشاشة حمزة واعطيني على خطة الجيم بلان وشو كنت تفكر بهاللحظات. الجيم بلان كان في البداية أني أتعب غالب لأن التيك داون ماله كان وايد قوي، فقلت في البداية بس بدافع عن تيك داون أو تيك داونين، بس كان في البداية وايد تيك داون قوي، وأعتقد أن غالب في الوزن 61 ما حد بيقدر يعوده. جمهورنا حيوا معانا بطل مملكة البحرين حمزة كوهجي. أعزائي المشاهدين ألف مبروك لكوهجي وحظ أوفر للحراحشة. بس خلينا نروح الباك ستيج نسأل سلطان حمدي إيش اللي صار معه. الحمد لله على السلامة أول حاجة وهارد لك على الفايت. في شيء أنا شفته منك كأنك أنت اتخدعت فيه أو كأنك ما انتبهت له وغيروا الستايل حقه وغير النتيجة حق المباراة بيها، إيش هو؟ أديني فكرة عنه. والله الصراحة أنا أول شيء اشتغلت زي كل مرة سيطرت الجولة الأولى كاملة، بس حمزة ما شاء الله يعني متدرب مليح، وحمزة مش أقوى مني يعني أنا أقوى منه بكثير، وأنتوا شفتوا الجولة الأولى يعني ما كان له فيها إشي. هذا النتيجة له معسكرات تدريبية وله دعم، يعني شفنا أجي هون على الأردن معه فريق تلفزيوني معه يعني دعم كثير، سمو الأمير جاي معه. أنا الصراحة هون يعني مش إنه هذاك التدريب بتدرب يعني ما في لا دعم ولا معسكرات ولا إشي، يعني تدريب نفسي يعني أنا بتدرب لحالي ما في عندي كوتش. طيب وبالنسبة للفايت نفسه على الستيج نفسه إيش كان فيه؟ إيش اللي ردك؟ إيش اللي خسرك؟ زي ما حكيت لك إنه قلة خبرة عندي ولياقة، يعني ما اشتغلت على اللياقة مليح. اشتغلت لياقة لحالي كثير كويس، بس زي حمزة لا ما اشتغلت. بس يعني الجولة الأولى أنت شفت سيطر علي، الجولة الثانية أول إشي كانت إلي بعدين راحت بسبب اللياقة. بقول لك هارد لك وان شاء الله بيتر لك نيكست تايم، وان شاء الله نشوفك دائما موفقين. نرجع تاني لنايف على الستيج، خليكم معنا. هارد لك للحراحشة والف مبروك لكوهجي من مملكة البحرين.